إيه الآداب الواجبة عند زيارة المصطفى والمسجد النبوي؟ التأدب ودخول المدينة بالتواضع، وكان كثير من الأئمة يمشوا حافيين يا سلام. علشان تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما يزور إلى القبر الشريف فإنه يكون في صوت خفيض، يعني حاجة قلة حياة. تلاقي الواد بيصور بالموبايل موبايل وحاجة، يعني كلام يعني سخيف، مش وهو مستحب. لابد أن يستحضر أنه في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه حي في قبره، وأنه يسمع السلام ويرد السلام وكذا. شوف لما تكون في حضرة النبي وهو عايش قدامك هتعمل ايه؟ صحيح، تأدب واعمله. الأدب. ادي الاداب. لكن اللي بيصور، اللي بيتكلم، على فكرة انا قدام القبر الشريف، ده ايه ده قلة الحياة دي؟ صوت مرتفع وعدم ادب وعدم سكينة وعدم تواضع، وكل هذا يعني سيء، ولابد من التواضع ومن أن تخشع الأصوات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. البعض بيتزاحم للوصول إلى الروضة الشريفة أو الصلاة فيها مولانا. في زحام طبيعي، الناس بتزقني وكذا ما إلى فيش آخره، مشكلة. وفي زحام مفتعل، إنه بيضرب ده بكتفه وده بكتفه علشان يوصل، هو ده اللي حرام، ده اللي حرام. إنه يؤذي المسلمين حتى ينفذ ما صورته له نفسه من الوصول او كذا، وفيها نوع من انواع الانانيه وعدم الاحترام. لكن التدافع الطبيعي من طبيعي مع الزحام، الزحام. احنا بنتكلم في، بقول لك 3 مليون و4 مليون في مكان مهما كان محدود، فده امر طبيعي. إذا شخص استطاع الوصول يعني إلى الروضة أو إلى القبر ووقف، هل في دعاء مستحب؟ يسلم على سيدنا رسول الله ويقول: جئتك من بلاد بعيدة بذنوب كثيرة، فادعو الله لي أن يغفر الله لي، أن يغفر الله لي، ويكرر هذا ويسلم على النبي ثم على صحابيه. شخص تشبث بقى وأطال في الدعاء وفضل واقف يعني بما يعطل من خلفه لا، هذا ما الأئمة، هذا لا، يعني في خلاف، حتى الإمام مالك أعتقد قال إنه مكروه يعني. يعني هذا لا 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 نفعل هذا تأدبا مع حضرة النبي صلى الله عليه عليه الصلاة وسلم. والسلام. لكن لما تكون الروضة خالية فوقف فأطال، معلش، لكن في الزحام هذا الأدب أن ينصرف. أن ينصرف. إذن هو يصلي على عليه الصلاة يسلم والسلام. الرسول ويصلي على سيدنا أيوه، ثم نعم. ينصرف يعني في هدوء. ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفعه فيه يوم القيامة، وهكذا. كلما تيسر للشخص الحاج أو المعتمر الصلاة في المسجد النبوي يفعل ذلك. في البعض الروضة أيضا بيبقى فترة طويلة ما بين الصلوات لقراءة القرآن، أو هل ده في شيء مولانا؟ بدون مزاحمة، بدون يعني مزاحمة. بدون مزاحمة، لكن هي الروضة هي روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة.